سلام البنات، كديرين؟ بخير، لاباس عليكم؟ كنتمنى نتلاقاكم بخير وعلى خير. كما كتشوفوا البنات، انا هنايا صايبت الجديد، غادي نوجد معكم ان شاء الله الجديد. نبداو بسم الله. كما كتشوفوا انا خديت هنا الضلوع، هانتوما كتشوفوا خديت الضلوع وهرستهم بحال هكا، وهنا خديت حتى هنا الضلوع. المهم تقريبا عندي هنا اغلبيه عندي غير الضلوع، انا الضلوع كلهم عادي تكون فيهم الشحمه بزاف، شتو ما تعجبونيش في الطياب. هنا واحد الشحمه، حتى الشحمه هي كتعجبني مقدده، كنبغي نديرها في الطعام. شنو هنايا عندي؟ هنا عندي غير اللحم، نتوما كتشوفوا شنو الاخر. صافي، المهم اغلبيه عندي هذا الضلوع. دابا غادي ناخذ الملحه، كما كتشوفوا غناخذ الملحه. الملحه الناس ما تخافوش منها، غير ديروا الملحه، حيت اصلا غادي الا كاع اللهم تملحوه، حيت انا واحد العمل بالناس ما كثرتش الملحه الصراحه، وضاع ليا الجديد كله ضاع ليا. دابا غادي نفركو مزيان بالملحه حتى تدخل معاه الملحه، وغادي نخليه ليله كامله في الثلاجه حتى يتشرب هذه الملحه مزيان. نخلي ليله كامله في الثلاجه، عاد غادي الغد يعني، حتى بحال دابا راه درتو بالليل، في الصباح ان شاء الله غادي نرجع باش ندير ليه العطريه. احنا الجديد ديالنا راني خليته ليله كامله. المهم بالنسبه للاخوات اللي ما كيصدقش معاهم من الجديد، انا غنعطيكم يعني شويه يعني من الاسرار اللي زعما تعلمت عند امي، واللي قالت لي امي، اللي كتقول لي زعما امي باش ينجح لك الجديد، علاش حنا درناه اول حاجه، علاش درناه ليله كامله في الملحه، عاد من بعد غنديروا ليه العطريه. حيت الملحه البنات كما كنعرفوا اي حاجه درنا ليها الملحه وخليناها كتبدا كتطلق داك الماء ديالها. صافي، هنايا البنات داكشي علاش غادي ديروا لي الملحه ليله كامله وتخلوه حتى يطلق. انا راني نط مع الصباح ولقيتو طلق ليا الماء بزاف في داك البانيو اللي رقدت فيه البارح، صافي وحيدتو. ما ديروش العطريه مع الملحه، حيت العطريه مع الملحه يعني بحال هذيك العطريه ما درتوهاش كاع. دابا ملي تسقطر لينا مزيان وحيد لينا من ديك حيد لينا منو داك الماء، عاد غنديروا العطريه، عاد غادي نشروه. لان لو درنا العطريه مع الملحه ونشرها، صافي الملحه غتبدا كتطلق داك الماء ديالها، وغادي تبدا طيح لينا حتى العطريه معها، ما غاديش تبقى شاده فيه. داكشي باش دابا ان شاء الله غادي نبداو باش نديروا له ونديروا ليه شويه ديال العطريه اللي غادي نحتاج. البنات هنا عندي القزبور حبوب، ناخذ واحد البانيو. هنا عندي القزبور حبوب، انا كنكثر صراحه قزبور مدقوق بغيت نقول. وهنا عندي شويه ديال الخرقوم، ندير شويه ديال الخرقوم، خرقوم عرق. وهنايا هنا عندي الملون، انا كندير شويه ديال الملون صراحه ما تيعجبنيش هكاك تيجي ابيض، ما تيعجبنيش. صافا البنات، وهنا عندي الزيت. الزيت البنات الدور ديالو هو ما كيخليش يعني ملي كنجيو نشروه تسطح ولا شي حاجه، ما كيخليش حتى شي حشره تحط عليه. هذه معلومه صراحه انا عاد عرفتها وقلت نتقاسمها معاكم، يعني دوك هكا شي حاجه شي حشره تجي تحط على القديد ملي تيكون منشور، يعني الزيت ما كيخليش حتى حاجه كيجري عليهم، ما كيقدروش يوصلوا للحم. انا غادي نزيد شويه ديال الزيت هنا. صافي، هنا زدت داك الزيت، غادي نخلط شويه. صافي، غادي نبدا نزيد في اللحم. كنبدا كنزيد اللحم وفي نفس الوقت كنتنمعك بحال هكا، تندخل كنحاول ندخل ديك العطريه مزيان. صافي، كتبقاو ديروا وبحال تتحكوا يعني بحال تدخلوا ديك العطريه كتدخلوا ديك العطريه في اللحم. صافي البنات، هنا ملي دخلت ديك العطريه مزيان في اللحم، دابا مباشره غادي نبدا نشر، ما غنتسناش عليه، غادي نشر ان شاء الله ونتلاقاو. هانتوما كما كتشوفوا معايا هنا كنبدا كنشر، ما عرفتش واش كيبان لكم شي حاجه ولا لا، على حساب كاين سميتو كاين الضو.
القديد ديالي ها هو كملته ونشرته كله. دابا غادي نبقى صافي كما قلت لكم البنات، دابا القديد ها هو كنشرته. مهم من وراها يعني في بالليل كنغطيه بواحد الميكا، ما كنحيدوش غير كنغطيه على حسب باش ما يطيحش عليه الندى، ويعني داكشي اللي كرموه في النهار بالليل غادي يرجع عليه. كنغطيه وكندير ليها كنقبطات وتنغطيه، وبالليل عاوتاني كنحيد ليه ديك الميكا، بالنهار عاوتاني في الصباح كنوض كنحيد ليه ديك الميكا وتنخليه يتشمش. المهم راكم نتوما تعرفوا ملي يوجد راه غادي تعرفوه. صافي كانت هذه هي الطريقه ديالي في القديد، كنتمنى تعجبكم وغادي نقول لكم سلام عليكم، خليت لكم الراحه.